حابين برضو يعني نعرف من حضرتك، هل ممكن احنا يعني نقدر نكتسب هذه المرونة النفسية؟ واكيد طبعا الواحد ما بيكتسبش حاجة فجأة، اكيد بيبقى في بعض الخطوات ممكن يقوم بيها، او في بعض الخطوات ممكن يعملها، او مساعدة، سواء مساعدة نفسه او مساعدة الاخرين عشان يكتسب هذه المرونة. مش بتيجي من يوم وليلة يعني زي ما بيقولوا، فبرضو نقدر نعمل ده ازاي؟ انا قبل كده كان نفسي يعني احكي شويه عن فكره الشخص اللي ما عندوش مرونه بيعاني من ايه، لان ده هيورينا بعد كده انه ايه اللي مطلوب مني عشان اقدر اكتسب المرونه. انت حضرتك يعني بتقول اللي ما عندهوش علشان نشوف اللي مش عنده ده نقدر نكتسب. ايوه مظبوط، دايما كده ما نشوف الصوره اللي هي الغلط او الوحش نقدر نوصل للصوره الايجابيه. تمام. فمثلا الشخص اللي ما عندوش مرونه ده ما عندوش رغبه في التواصل مع الناس. وده موضوع مهم، التواصل مع الناس ده دي قصة مهمة. حاجة تانية، دايما عنده قلق وتوتر، اي ضغط، اي فكرة حتى تجيله، اي خبر بيسمعه في التلفزيون، وطبعا الاخبار دلوقتي يعني حدث ولا حرج كثيرة جدا، ما تخليه فيه قلق وتوتر، ما يقدرش يقعد مع نفسه مثلا، دايما بيلهي نفسه بحاجات مش مفيدة، يقعد قدام الشاشة كتير، يقعد يلعب كتير، يقعد يضيع الوقت بشكل، لانه كأنه بيهرب من مواجهة الضغوطات. كمان فاقد الاستمتاع، ما فيش أي نوع من أنواع الاستمتاع بأي حاجة، وده مخلي كمان حدة الغضب وحدة النقد عنده بتبقى عالية. دي مواصفات شخص مضغوط، عنده ضغوطات عمالة تزيد، وإنه الضغوطات دي مش بتتفك ومش بتتحل، ومش بيقعد مع نفسه عشان يقدر يساعد نفسه في انه يفك الضغوطات. تمام. طيب لو قلنا بقى التضاد بتاعها بقى، يعني ان هو يحاول يكتسب هذا النقص اللي موجود عند الشخص اللي ما عندوش مرونه، وهل في حاجات اخرى كمان نقدر نكتسبها؟ تمام. اكتساب المرونه فيه شويه نقط مهمه جدا واساسيه جدا محتاج ان احنا، رغم انها بسيطه، لكن يعني انا بس بناشد كل مشاهدينا انه بجد رغم انها حاجات تبدو بسيطه جدا لكنها حاجات فارقه، وجربوها ويعني وقولوا لي الفيدباك بتاعكم او فعلا الحاجه دي عملت. ابسط شيء موضوع اسمه الامتنان، يعني انا اكون مبسوط وممتن للحاجات البسيطه اللي عندي. لو انا ما عنديش ديب فريزر مليان لحمه وفراخ، بس عندي ثلاجه ممكن يكون فيها حته جبنه، فانا امتن للثلاجه اللي فيها حته جبنه. طب ولو ما عنديش ثلاجه، عندي رغيف عيش في الدرج بتاعي، في النمليه بتاعتي، امتن للرغيف العيش ده. فانا عندي اشكر الله على وقت الكوره، ناس كانت بتقول لك النفس صعب، فانا الحمد لله بتنفس وبقدر امشي على رجلي، فامتن لده. عندي بيت، عندي اسره، عندي اولاد، عندي حتى لو شغل بنص مرتب وربع مرتب بنشكر ربنا، عندي شغل، حتى لو شغل تطوعي ما باخدش منه فلوس، انا بنزل من بيت الحمد لله، وهكذا. فالامتنان دي حاجه من الحاجات اللي دايما بتخلي انا عندي صحه نفسيه وطاقه ايجابيه في عز الضغوطات، بتقدر تساعدني ان انا اتغلب على الضغوطات. فدي واحده من الحاجات الاساسيه جدا، موضوع ان امتن لربنا وللناس اللي حواليا بالحاجات البسيطه جدا ممكن تبقى عندي، لانها بعد شويه تبقى كتير. فده جزء، ده جزء مهم. الجزء الثاني هو التواصل مع ربنا نفسه، لانه الصلاه والحضور في الكنيسه والقداسات وحاجات كتير قوي مهمه، انه يكون التواصل مع ربنا شيء بيساعدني ان انا اكون بستقبل دايما الحاجات الايجابيه والحاجات اللي فيها، دايما ربنا بيتكلم على حياه الناس من كلام ايجابي، دايما بنسمع الحاجات الايجابيه، الاطمئنان، مع انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. حاجه كمان انه ببساطه يعني اخد بالي من صحتي، نوعيه الاكل. حضرتك متخيل اني بس مثلا اقرر اني بطل سكر، حاجه بسيطه جدا ملهاش علاقه بكل الضغوطات اللي حوالينا، ولا كل موضوع الكورونا والنووي والكلام اللي عمال يتقال حوالينا ولا الكلام. لكن بس انا بطل سكر، بس ان انا بطل مقليات، بس ان انا اقرر ان انا اتمشى نص ساعه، اتريض نص ساعه حوالين بيتي بغض النظر عن كوني ساكن فين، بس اقرر ان انا انام في توقيت مناسب واصحى في توقيت مناسب. حاجات بسيطه جدا بس اقرر اعملها واصر عليها، دي بتفرق في صحتي النفسيه بشكل عام، وفي متانتي النفسيه وقدرتي على استقبال الضغوطات. الحاجه الثانيه كمان اعاده التواصل مع الاخرين. احنا اتفقنا
ان الناس اللي حواليا هم ناس داعمه، الناس اللي بيحبوني وبحبهم دايما بيعملوا لي دعم نفسي في اني لو انا حاسس بالوحده الناس حواليا، لو انا عندي هموم الهموم لما بتتقسم على الناس بتخف، وهكذا. هم كمان ممكن يكون عندهم هم كمان هموم، وانا لما بشاركهم همومنا بتخف مع بعض، فبنحس بالمشاركه وبالمعيه. واخر حاجه نفسي يعني نركز قوي عليها ان انا افكر في المشكله، كل انا ما جيتش ناحيه المشكله، لكن وانا بقول اخر حاجه بقول انها مهمه بس بعد ما اعمل اللي فاتوا، اني افكر في المشكله بشكل موضوعي. لو انا عندي ازمه اقعد افكر بقى بشكل موضوعي، اسال شويه اسئله لنفسي، هو ايه اللي حصل؟ وليه حصل؟ وانا كان دوري ايه؟ كان المفروض اعمل ايه وما عملتش ايه؟ ولو هتتكرر تاني اعمل ايه؟ طب هو انا السبب بنسبه كام؟ والظروف السبب بنسبه كام؟ واللي حواليا وهكذا. كل الاسئله الموضوعيه دي لما امسك ورقه وقلم اقعد احلل المشكله هلاقيها اتفتتت قدامي، والاقي الهم الكبير الجبل الضخم ده اتحول لفتافيت صغيره تقدر ان اطلع منها بدرس للي جاي. لان اللي فات سمعت الله يرحمه، فاللي جاي هو الهم. مظبوط. مهما كان يبدو كده ان في زي ما بيقولوا في ايام صعبه، لكن في ايام اكتب عنها الكتاب المقدس انها تبقى ايام فرج. امين. فانا منتظر من الفرج انها تيجي وان الاحوال الصعبه دي تتحسن على حياتي. بنتمنى دايما يكون يا رب في ايام فرج تيجي علينا كتير في كل الوقت يا رب.